وقفة الشموع. هذا إن دل على شيء فهو يدل على أنه الطلبة راه مازال عندهم الأمل في أنه يتم تفاعل مع المطالب ديالهم بإيجابية، مازال مشبتين بالمطالب ديالهم. ما لا يعقل أنه يكون طالب كيطالب مطالب أكاديمية محضة، يعني ما يمكنش نقولوا أنها مطالب فئوية ولا يتم التجاهل ديالها، علما أن قطاع الصحة هو قطاع لحيوي. لا يعقل أننا نتعامل مع صحة المواطن المغربي على أساس أنها شي حاجة اللي زايدة ناقصة. إن كان الطالب طبيب اليوم والطالب الصيدلي اليوم خارج الشوارع ديال البرلمان والشوارع والأصدقاء وكيحتج وهاد الأعداد وهاد الكمية، زعما بهاد الأعداد وهاد الأرقام زعما الكبيرة بزاف وهاد الكمية ديال الاحتقان اللي كتشهدها الساحة اليوم، فهذا يدل على أنه كاين واحد الخلل. لا يعقل أن الأزمة منذ 6 أشهر ما تمش التعامل معها وما عرفاش النهاية. راه ما يمكنش أننا نزيدو في هاد السياق، ويجب على المسؤولين والمدبرين ديال هاد الملف يدخلوا بالشكل العاجل باش ناخذوا السنة الجامعية ديالنا. نحن لا نطالب بشيء إلا بأنه يتم واحد الحوار اللي فعال مبني على إيجاد الحلول ويتم تحكيم العقل في هاد النقاشات، باش أننا نتجاوبوا مع الطلبة المطالب ديالهم اليوم. فكنبغي نأكد على واحد النقطة، هو أن الطلبة لا يمكن أنهم يزيدوا على الوطنية ديالهم. الطلبة اليوم وطنيين حتى النخاع، وإذا كانوا خارجين اليوم فلا يمكن أننا نقولوا هادشي باش يهاجروا ولا شي حاجه من هذا القبيل. وكانوا الطلبه باغيين يهاجروا كنهاجروا شحال هادي. فاليوم الا كان عندنا ملف مطلبي متكامل فهذا يدل على ان الطلبه واصلين لواحد الدرجه من الوعي، درجه انه بالنسبه لهم التكوين ديالهم هي شي حاجه اللي مهمه ومهمه بزاف. فما يمكنش نشوفوا القرارات العشوائيه كتستمر واننا نشوف اتجاه ديال انه نسكتوا على هذا الشيء. وكنظن انه زعما المسؤولين خاصهم يتفاعلوا معنا في اقرب الاجل، هما اباء وامهات وعائلات ديالنا. فاحنا الا كانوا معنا اليوم الامهات والاباء فهذا يدل على التضامن ديالهم، ماشي اولياء وامور ديالنا. بالعكس هما كيتفهموا هذه القضيه، كيعرفوا ان الطلبه سون ماشي غير فاكسيني قادين زعما بالامور ديالهم. وان كانوا زعما خاضوا في نضال ديال 6 شهور فهما ناس راه عندهم 18 عام من فوق، ما يمكنش نقول اولياء ديال الامور، ولكن هم يتضامنون معنا ماديا ومعنويا. التضامن ديالهم لا مشروط، فما كنظنش اي واحد زعما غيشوف الفلذات ديال الاكباد ديالو كتعرض لهذا التضييق وهذا زعما هذا الظلم كامل ويسكتوا. فالطلبه زعما اذا كانوا معاهم اليوم الامهات والاباء فهذا من اجل انهم يبينوا على التضامن لا مشروط المطلق ديالهم مع الابناء ديالهم. هذا المكان وفي هذا الوقت جينا هنا باش نساندوا وليداتنا، وحنا مع وليداتنا لانهم كنشوفوهم على حق، واي حاجه مع الحق. احنا مع وليداتنا الى اخر رمق، ونحن نساند ابناءنا لان ابناءنا اصحاب حق، لانهم كنقولوا السيد الوزير وليداتنا ما تيطالبوش بشي حاجه غير قابله للتحقيق. وليداتنا تيطالبوا بشي حاجه اللي كتشرفكم لو خدمتوا العقل، تتشرف هذا الوطن، وهي انهم باغين يخدموا الوطن وباغين التكوين، جوده التكوين اللي كتصلح للمواطن. لو كانوا وليداتنا بالعكس حنا نفتخروا بوليداتنا، حنا عاد عرفنا وليداتنا بانهم اذكياء، لانهما لو كان ما كانوش اذكياء كانوا هما الاولين اللي غيستافدوا من 6 سنوات، ولكن باغين يزيدوا هاد السنه كلها من اجل التدريب ومن اجل جوده التكوين باش يخدموا الوطن ديالهم، باش يخدموا المواطن. وكلمه اخيره، نحن نساند ابناءنا الى اخر رمق. وخاطب من هذا المكان ومن هذا المنبر السيد الوزير بان بهذه التصرفات بانه مره كنشوفوهم باغين يشردوا وليداتنا اللي فعلا تمحنا عليهم، وبانهم هما فلداس اكبادنا اللي كنا كنطمحوا في المستقبل ديالهم وشرفونا، وبهذه النخبه انهم باغين يشردوا وليداتنا. يعني حطوا وليداتنا ووليداتك، تخيل ولدك مع وليداتنا، واش غتبغي لي هاد المآل؟ وتبغي لي هاد ست اشهر اللي ضاعت؟ ماشي سهله، ماشي سهله، ماشي سهله. ونحن مع ابنائنا، لا للحقره، لا للحقره، لا لا للتشرد. كنشوف وليداتنا غيتشردوا، كنشوف وليداتنا يعني سيجهزون على مستقبلهم. باغي مستقبل وليداتنا يكونوا مضمون، ما كاينش الضبابيه. باغي وليداتنا يكونوا، حنا راه خدمنا اطباء نفسانيين، هما بهاد الحقره خلونا حنا نوليو اطباء نفسانيين باش غير وليداتنا يكونوا في نفسيه، لان وليداتنا تدمروا نفسانيا. وحنا ولينا الان في صف في واحد الواجهه اكبر باش وليداتنا ما يتهرسوش نفسانيا.
باش وليداتنا يواجهوا هاد المآل اللي نسميها انا مآل اسود في تاريخ هاد الحكومة، في تاريخ هاد الحكومة، يعني من نخبة تلاعب بمستقبل ابنائنا. صوت صوت